كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. على اون سلام، اهلا بكم. قريب نعملوا عروق تحتنا من الحجر الصحي، ووطأة الوباء ماشية وتشتد في العالم جملة، خاصة في القوى العظمى. امريكا وصلت تودع في 2000 مواطن يوميا، وبريطانيا قربت للألف. ولأول مرة منذ ما نعرفش وقتاش يقف سباق التسلح وتتعطل عجلة النمو والإنتاجية. اليوم ولينا نعيش في سباق التزود بالمعدات الطبية ومستلزمات الوقاية، ما عدا الشعب الأمريكي الشقيق اللي زاد عدى سانكيام في سباق التسلح متاعه، قال لك سنحارب الكورونا بالكرتوش وThis is America. أضرب الكانتري وسوق الموبيلات الهارلي. لم كنت مصيرهم يفهموا إن لم يكن طوعا فإكراها أن الفيروس هذا يقتل العبيد، مش يردهم زومبي مفترس. في بقية أنحاء العالم اللي بعقله بدأت العبيد والدول تفهم اللي الصحة من أهم وأبرز الحاجيات الأساسية للإنسان، قبل مستوى المعيشة والدخل الفردي المتوسط، وحتى قبل السوفت سكيلز. اين عم ايه، قالك حتى الكوميونيكاسيون ما عادش تقضي، تعمل اقوى باوربوينت في العالم ما عندك وين توصل بيه. شوف وين وصلنا يعني. واللي مازال عنده شك يعمل طلة ومقارنة سريعة بين احوال امريكا والمانيا، تو يشوف على عينيه. حتى في تونس خفتت اصوات الصراعات السياسية ولو نسبيا، ولا وزير الصحة اهم واحد في البلاد، هذا إذا ما طيحتش عليه مديرة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة. وشرة أبت الأعناق نحو رئيس الحكومة في انتظار الخطوة الجاية متاعه. أولا خطر توا خذا رسميا التفويض اللي حب عليه، دونك باش نشوفوا المراسيم اللي باش يخرجها، وين ناوي يهزنا بالضبط، واش باش يعمل بالسلطات الواسعة جدا اللي تلمت عنده ولو إلى حين. ثانيا إلى متى ناوي يكمل بينا في الحجر الصحي اللي نورمالمون يوفى آخر الجمعة هذه بعد ما غلق شهر؟ هل سيمدد فيه مرة أخرى؟ هل باش يبدأ ينقص بشوية بشوية ويرخف في الحزام الصحي اللي كابس البلاد ولو جزئيا؟ أي وقيلة لازمها كليمة الحكاية ولا؟ أي كيفه؟ تعمل علينا طلة سيد رئيس الحكومة وسيد البرلمان بيدو وقت اللي تحب، حتى دري يجين من زمان جوست فسرنا شنية المراسيم اللي ناوي تخرجها، خاطر كان باش تمشيها بلاغات رأي العباد باش تبدأ توسوس وباش تكثر التأويلات بالنسبة للحجر. كيف كيف كان ما تفسرناش وين ماشيين، كان فما تمديد ولا تخفيف وكيفاش بالضبط، رأي باش تكثر الإشاعات وتختلف الروايات. أوه ويت، بدأت سي ديجا من البارح والعباد تدور في ليستة متاع إجراءات وشروط متاع تخفيف الحجر. وقت اللي الخبراء يحكيوا على ذروة متاع الحالة الوبائية يتوقعوها بين الجمعة الجاية وآخر الشهر. اي وينك في الضباب سيد رئيس كل شيء؟ أعطونا الماتير يا رسول الله، الكورونا والشيح يسر علينا. راه شوف اندادك في العالم كيفاش مشيخين الصحفيين شعوبهم بالخطابات والخرجات. دونالد ترامب يعمل خرجة كل يوم ويزيدهم بونوس ألعاب بهلوانية، زاد في خرجة واحدة يسربي قسم الأخبار والبرامج الحوارية والصحافة الساخرة والعالم جملة. بون يزيها هكا لتركب له ويولي يتصرف كيما ترامب بالرسمي ويكر علينا. آية تراه أختك لي من اللعب. نفسية البلاد محتاجة شوية توضيح. طل علينا أخوي، ما تعملش كيما هك استاجيرات اللي تخليهم حريقة نهار تلي يترسموا تولي معاش ترى وجوههم. طل علينا يا حاج، فالعالم وفي سرداب والذروة على الأبواب، فبرسم عزة الإخشيدي عندك لا تتركنا وسط الذباب.